هلا والله، مساء الخير. اليوم وصلنا عينة طالبينها من أحد المصانع للجهاز هذا. الجهاز هذا كويك تام أو بك بريس أو بريسد باور، لا أكثر من اسم، لكن الفكرة إنه يكون الكبس التامبر أوتوماتيك وليس يدوي. وهذا الجهاز ما في تعقيد، تقريبا يعطيك الكبس إلى 30 كيلو، تحدد القوة اللي تبيها وخلاص تكبس. عندك هنا الزر الكلين بالتامبر تحت، في حال انك تكدس عندك وطول عندك تضغط الكلين يطلع لك التامبر، تنظف وتخلص ترجع ثاني مرة. هنا في مسمارين، انا وزنت البارح، ترفع البورتا فلتر فوق، ترفعها وتربط المسمارين وبكذا بيكون ثابت عندك على طول. وفيه ميزة الأمان، إذا حطيت يدك ما راح يكبس معك، لكن البورتا فلتر على طول. طبعا الجهاز للاستخدام التجاري، يعني أي مقهى لازم يكون عنده زي هذا، مهما كان الباريستا محترف ومهما كانت الوزنية مضبوطة، فمع زحمة الطلبات ومع زحمة الشغل ومع الحوسة فما راح يضبط معك الكبس 100% في كل استخلاص تقدمه للزبون، لكن الأجهزة اللي زي هذه راح تقلل عندك الأخطاء نهائيا، تخفف عندك الكالبريشن. إذا وزنت خلاص وزنية واحدة ومعك على طول إلين تغير الكالبريشن ثاني مرة وتعدل فيها مرة واحدة. فالجهاز يجي مع شاحن تعبيه فل ويكمل معك يومين للشغل التجاري الكرف على كلامهم. أنا ما أقدر أحكم عليه لأني مستحيل أسوي 200-300 كوب باليوم هنا، لكن أبغى أخليه شغال إلين ينتهي وأشوف المدة، وإن شاء الله نعتمده. إذا اعتمدناه بيكون عندنا في محصول على طول بإذن الله قبل نهاية ديسمبر. الحين بجربه وأشوف.